أسعد الله أوقاتكم حضرة السادة الركاب، الحمد لله على سلامتكم. نحن الآن في مطار دمشق الدولي، التوقيت المحلي هو الساعة 4:15 دقيقة. الأدخال الخارجية هي 27 درجة مئوية. لسلامتكم وراحتكم وجميعكم البقاء في مقاعدكم حتى وقوف محركة الطائرة تماما، وإطفاء إشارة طرق الاستدامة وفتح أبواب الطائرة الرئيسية. قبل مغادرتكم الطائرة يلزمكم تأكد من اصطحاب جميع الأمتعة الشخصية معكم، كما أذكركم بعدم التفصيل حتى الوصول إلى خارج قبل المطار الرئيسي.